الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب البيوع: باب في وضع الجائحة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. حدثنا قال: حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، وحدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب في وضع الجائحة. الجائحة سيأتي تفسيرها في الباب الذي بعد هذا الباب، وهي كل ما كان ظاهرا مفسدا من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق أو غير ذلك، يسمى جائحة. الجائحة كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. المعنى أن المسلم إذا اشترى ثمرا ثم أصابته جائحة وأفسدت، فهل يلزم بدفع الثمن إلى البائع، أو أنها توضع الجائحة فلا يسلم شيئا من الثمن وتكون على البائع؟ هذا الحديث كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله وغيره، أخرجه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجه، فيه حديث أبي سعيد أنه أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. والمعنى أنه لما كثر دينه طالبه البائع بثمن تلك الثمرة، وكذا طالبه بقية غرمائه، فلم يبلغ ذلك ما تصدقوا عليه وفاء دينه لكثرة دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أي ما وجدتم. والمعنى: ليس لكم إلا أحد ما وجد، إلا أخذ ما وجدتم، وعليكم أن تمهلوه حتى يستطيع الوفاء فيما بعد. اختلف العلماء في الثمرة التي إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية، هل تكون من ضمان البائع أو تكون من ضمان المشتري؟ فذهب جمع من أهل العلم، الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة وجماعة، قالوا: هي من ضمان المشتري، هي من ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة، لكنه استحب. وذهب الشافعي في القول القديم وطائفة إلى أنه من ضمان البائع ويجب وضع الجائحة. فصل الإمام مالك رحمه الله بأنها إن كانت دون الثلث فإنه لا يجب وضعها، وإن كانت الثلث أكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع. والقول الأول هو القول الذي تعضده الحديث، أنها تكون من ضمان البائع وأن المشتري ليس عليه شيء، وهذا هو ظاهر الحديث، لأن النبي وضعها في قول: لا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. الحديث
عليه جابر أن الرسول قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ وهذا من الأحاديث الصحيحة الصحيح في مسلم. احنا في كلام يا شيخ عادل معك شرح صحيح مسلم. نعم سموذي. قلتم أحسن الله عليكم في باب استحباب الوضع من الدين، اختلف العلماء في الجمع بين حديث الأمر بوضع الجوائح وحديث الرجل الذي ابتاع ثمارا فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، وحديث أرأيت إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فاختلف العلماء في وضع الجوائح، فإذا اشترى شخص ثمارا ثم أصابته جائحة مطر أو جراد أو شيء فذهبت الثمرة، هل تكون من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟ على أقوال لأهل العلم، القول الأول يكون الجميع من ضمان البائع وهو مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقالوا هذا الأمر للوجوب، وقالوا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق. القول الثاني أنها تكون من ضمان المشتري وهو قول الشافعي، واستدلوا بالحديث الأخير عن الرجل الذي كثر دينه في ثمار ابتاعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قالوا قوله تصدقوا عليه دليل على أنه كان من ضمانه، ولو كانت من ضمان البائع ما قال تصدقوا عليه. القول الثالث أن الجوائح توضع إذا كانت أكثر من الثلث، وهو قول الإمام مالك وجماعة، وإذا كانت أقل من الثلث لا توضع وتكون من ضمان المشتري، وإذا كانت الثلث أو وأكثر تكون من ضمان البائع. وأجابوا عن حديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قالوا إن هذا محمول على أن المشتري فرط وتركها فلذلك صارت من ضمانه، والبائع ليس ملزما بمن تأخر وترك الثمر حتى بعدما ينتهي الناس من الجذاذ، أو هو محمول على أنه باعها قبل بدو الصلاح. والذين قالوا إنها من ضمان المشتري قالوا هذا من باب الاستحباب. والأقرب القول الأول أنها تكون من ضمان البائع مطلقا، سواء باع قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح. أما قبل بدو الصلاح فلا يجوز البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أما هذا الرجل الذي كثر دينه فهو يحمل على قضية خاصة، وهي أنه تساهل وفرط وترك الثمرة ولذلك أصابته جائحة، ويدل عليه قوله خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فهذا قاله للغرماء ولم يقل لكم البقية. والذين قالوا إنها تكون من ضمانه قالوا إن المعنى خذوا ما وجدتم يعني الآن، والباقي يبقى في ذمته لأنه معسر وليس لكم مطالبته الآن في حال الإعسار. نعم، هذا الشرح نعرفه في صحيح مسلم، فإذا كان الحديث الصحيحين نرجع إلى الشرح، وحتى يكون يعني المبحث واحد. فهذا الصواب أن القول الأول أنها من ضمان البائع، وأن المشتري ليس عليه شيء إذا أصاب جائحة، والحديث الصحيح في هذا. نعم، أحسن الله إليك. قال أبو داود رحمه الله باب تفسير الجائحة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال، قال يحيى وذلك في سنة المسلمين. هذا وعن يحيى بن سعيد، هذا يؤيد مذهب الإمام مالك، لا جائحة فيما أصيب دون الثلث، وذلك يعني في سنة المسلمين، يعني في علم ذلك بعملهم. إذا كانت الجائحة دون الثلث لم يجب وضع الجائحة، وإن كان الثلث أكثر وجب،
واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. على كل حال كما سبق الصواب كما سبق أن وضع الجائحة مطلقة. وهذا يحيى بن سعيد، قول يحيى بن سعيد هذا يؤيد مذهب الإمام مالك رحمه الله ومن تبعه. نعم. أحسن الله عليكم. باب في منع الماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وقال في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها. لقد أعطي عندك أو لقد أعطى؟ نعم يا شيخ، لقد أعطى أو لقد أعطي عندك. هنا ضبطوها بالشكل أعطي. هذا هو الظاهر. طيب، الحديث الأول أخرجه الشيخان: لا يمنع إيش؟ فضل الماء يمنع به الكلاء. هذا فيه تحذير من منع من فضل الماء يمنع به الكلاء، يعني الكلاء هو النبات الرطب، والمعنى أنه يكون حول البئر كلاء ليس عنده ماء وغيره، ولا يمكن أصحاب الواشي رعيه إلا إذا مكثوا، إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستجب منعهم الماء بمنعهم من الرعي. فهو يمنعهم من الماء الفاضل ما زاد عن حاجته، يعني إذا كان عندهم ماء فهو أولى به، إذا كان بئر أو غيرها يأخذ حاجته، وما زاد عن حاجته يخلي بينه وبين المسلمين، فلا يمنع الماء الفاضل. فيه وهذا فيه أنه يمنع الماء الفاضل حتى يمنعهم من الكلاء، لأنها لا ترعى إلا إذا شربت، فهو يمنعها من الماء حتى لا ترعى. النبي قال لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلاء. والحديث الذي بعده فيه أن منع فضل الماء من كبائر الذنوب. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. ابن السبيل هو المسافر مر الطريق ووجد ماء، فعنده رجل منعه فضل الماء زاد حاجته، هذا عليه الوعيد الشديد، يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والثاني رجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا نوطي بها كذا. بعد العصر هو آخر اليوم، والذي ينبغي المسلم أن يحرص على أن يختم يومه بالعمل الصالح، وهذا ختمه بهذه الكبيرة والكذب. كذب حلف كاذبا على سلعة أنه وطي بها كذا وكذا وهو كاذب، مثلا عنده سلعة سأله قال تبيعها بمئة، قال وطيت بها 120 كيف وهو كاذب. والثالث رجل بايع إماما ولكنه خاب لم يفي، إن أعطاه مالا وفى له وإن لم يعطه خاب وخرج عليه. إذا عند كلام فيه. نعم. الحديث الأول لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، لفظ مسلم أحسن الله عليكم: لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلأ. في رواية لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ.
قلت محسن الله إليكم، قوله لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، يعني لا يمنع الماء الفاضل عن حاجته لئلا يرعى الكلأ الذي حوله ليحميه لدوابه، لأنه إذا سمح له بالماء رعت الدواب الكلأ الذي حوله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، لأن الناس شركاء في الكلأ. نعم، كما شركاء في الماء والنار والكلأ كما حد الآخر، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. نعم. الحديث الثاني أحسن. نعم. في كتاب الإيمان قلت أحسن الله إليكم، في هذا الحديث بيان لثلاثة آخرين توعدوا بهذا الوعيد الشديد وبهذه العقوبات الأربع: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فيكون العدد تسعة، كلهم توعدوا بهذا الوعيد الشديد لأنهم فعلوا هذه الكبائر. الأول: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، يعني عنده ماء فاضل عن حاجته يمنعه من ابن السبيل، والسبيل الطريق، سمي ابن السبيل لأنه غريب وجاء من بلده مسافرا، ولهذا يعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله لبلده ولو كان غنيا إذا انقطعت نفقته. فهذا الرجل عنده فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، كأن يكون له بئر مثلا في البرية يمنعه من أن يدلي دلوه ويأخذ ماء، والماء كثير زائد عن حاجته، أو عنده ماء على غدير فهذا عليه الوعيد الشديد. أو ماء على غدير يعني من المطر يمنع أحد أن يأخذ منه، أن يأخذ الشرب أو يسقي دوابه، زائد عن حاجته، ماء كثير، ماء مطر. نعم، أحسن الله إليكم. أما إذا استخرج الإنسان الماء من دلوه وحازه فهذا يكون ملكه، لكن كلامنا في البئر المشترك بينك وبين الناس، أنت مثل غيرك تدلي دلوك وتأخذ ماء، والثاني يدلي دلوه ويأخذ ماء، هذا الماء مشترك. فإذا كان يمنع أحدا من أن يأخذ من الماء فعليه الوعيد الشديد إذا كان فاضلا عن حاجته، أما إذا كان لا يكفي إلا لحاجته فلا يسمى فضلا ولا يتناوله هذا الوعيد. وقد جاء في الحديث: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فإذا كان عندك نار ويريد أحد أن يأخذ منها فلا تمنعه، فماذا يضرك؟ نار مشتعلة وجاء إنسان يريد أن يأخذ منها، وكذلك الكلأ وهو الحشيش في البرية الناس شركاء فيه. والثاني: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. رجل باع سلعة وحلف كذبا فهذا عليه الوعيد الشديد، لأنه ختم يومه بالكذب والعياذ بالله، والعصر آخر النهار، وينبغي للإنسان أن يختمه بالعمل الصالح والاستغفار. والثالث: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. هذا بايع الإمام أن يكون أميراً أو ولياً لأمر المسلمين، ولكنه لا يفي بالبيعة إلا إن أعطي شيئاً من الدنيا، وإن لم يعط خان ونقض عهد البيعة وخرج عليه، لأن هذا غاش للمسلمين، فهذا عليه الوعيد الشديد. والخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. فهذا وعيد شديد، وأهل الجاهلية ماتوا على الشرك فظاهره الكفر، لكن ليس المراد هذا الوعيد الشديد. والخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع الخوارج والمعتزلة والروافض، فالخوارج لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنهم يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية أو كبيرة كفر ووجب قتله، فيستحلون دمه وماله ويخلدونه في النار. والمعتزلة كذلك يجيزون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، لأن هذا داخل تحت أصل من أصول الدين عندهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يندرج تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. ويندرج تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي.
والروافض كذلك يخرجون على ولاة الأمور لأنهم لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم، والمعصوم عندهم نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فتكون ولاية الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولاية باطلة عند الرافضة، وهي ولاية جور وظلم، لأنهم مغتصبون وظلمة كفروا وارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون ولاية خلفاء الدولة الأموية وخلفاء الدولة العباسية إلى يوم القيامة كلها ولايات باطلة حسب زعمهم. نسأل الله العافية من المذاهب الردية. طيب هذا اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. قال حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا أبو خداش، وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. هذا الحديث في سند إيش؟ هنا قال في الحاشية: إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل على اضطراب في إسناده، فبعضهم يذكر فيه والد سيار بن منظور وبعضهم لا يذكره. بعضهم إيش؟ فبعضهم يذكر فيه والد سيار بن منظور وبعضهم لا يذكره، كما بينا ذلك في المسند. هذا كلام من؟ شعيب الأرناوط. وفي سند إيش؟ كهمس ولا بهيس؟ نعم. الشيخ الألباني ضعف. نعم، هنا قال ابن الجوزي في العلم الثنائي: لا يصح. قال العراقي في هذا السند: جهالة. في سند بهيسة، بهيسة هذه قال ابن حجر: لا تعرف، ويقال لها صحبة. قال ابن الجوزي: لا يصح في العلم الثنائي. قال حافظ العراقي: في هذا السند جهالة. قال ابن الخطاب: بهيسة مجهولة، وكذلك الذي قبلها لا تعرف حاله، وكذلك أيضا أبوها. والحديث له شاهد من حديث عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح والماء والنار. خرج أبو ماجه ضعفه الحافظ العراقي. وله شاهد من حديث عبد الله بن سرجس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: ما الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قلت: وماذا؟ قال: الماء والنار. خرجه الطبراني في الأوسط. وقال ابن الملقن في البدر المنير في إسناده المثنى بن بكر ذكر من جرحوه، وقال هيثم في مجمع الزوائد في حلو سعيد القطان متروك. قال: هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الذي بعده: الشركاء، الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. والرجل هنا قوله عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جهالة الصحابي لا تضر. قال ابن الحافظ بن حجر في التلخيص الحبيب: سئل أبو حاتم عنه فقال: أبو خداش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال. سماه أبو داود في رواية حبان بن زيد وهو الشرابي، وهو تابعي معروف. قال أبو الصيد في إتحاف الخيرة: المهرة رجاله ثقات، وكذا قال الشوكاني. وله شاهد من حديث ابن عمر قال: ابن حجر رجاله ثقات. وقال ابن رجب في قواعده القاعدة 85: أكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك لصاحب الأرض. وعن ابن تيمية رحمه الله: جواز بيع الكلى إذا قصد استنباته. في القاعدة 23 قال: هل يجوز أخذ ذلك بغيره على وجهين؟ ومن مقال: الخلاف في غير المحوط، أما المحوط فلا يجوز بغير خلاف.
يعني إذا حوط معنى كأنه إحياء، إذا حوط شيئا من الكلاء أو غيره، مثل الماء إذا حازه في إناء. وعليه فالحديث صحيح لا بأس به، ويكون معنى أن هذه الثلاث أن الشركاء فيها. قال الخطابي معناها الكلاء الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس، ليس لأحد أن يختص به دون أحد أو يحجزه عن غيره. وأما الكلاء إذا كان في أرض مملوكة لمالك بعينه فهو مال له، ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه. إذن الكلاء الذي لا يجوز منعه هو الذي ينبت في أرض موات غير مملوكة، أما الذي ينبت في أرض مملوكة فهو لصاحبه. والثاني النار، النار يراد من الاشتراك فيها أنه لا يمنع من الاستصباح بها والاستضاءة بضوئها. يعني إذا كان عنده نار ثم جاء إنسان بسعفة قال يريد أن يأخذ من الله، لا تمنعه، ما الذي يضره؟ ما الذي يضرك؟ الضوء النار ما تنقص والنار ما تنقص، لكن للمستوقد أن يمنع أخذ جذوة منها لأنه ينقصها ويؤدي إلى أطفائها. لو أراد مثلا أن يأخذ غصن أو خشبة، كان النار أربع خشب ويأخذ خشبة معنى هذا ينقصها ويضرها، لكن إذا أراد أن يأخذ من الضوء يستصبح به، يأتي هو يأتي بشجرة ويأتي بحطب أو يأتي بسعفة ويأخذ من النار، هذا لا تمنعه. لكن إذا أراد أن يأخذ منك غصن هذا قد يقال أنه ينقص في هذه الحالة وقد يؤدي إلى أطفائها. وقيل المراد بالنار الحجارة التي توري النار، لا يمنع أخذ شيء منها إذا كانت في موات. حجارة إذا كانت في أرض تأخذ حجر تضربه في حجر آخر توري النار، ما تمنع أحد من الحجر إلا إذا ملكته، لكن الحجارة في الأرض مشتركة بين الناس. قال الشوكاني رحمه الله في عين الأوتار: اعلم أن حديث الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقة، ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو عام منها مطلقة، كلا حديث القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لأنها مع كونها عام إنما تصرف الاحتجاج بها بعد ثبوت المال، وثبوته في الأمور الثلاثة محل النزاع. انتهى. قال السندي: قد ذهب قوم إلى ظاهره فقالوا إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك، يعني ما أكثر، ولا يصح بيعها مطلقا. ومشهور بين العلماء أن المراد بالكلاء هو الكلاء المباح الذي لا يختص بأحد، وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لا تملك، وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. فالماء إذا أحرزه الإنسان في إناءه وملكه يجوز بيعه، تأخذ في منها في إناء في وعاء في قربة خلاص ملكته. لكن الماء إذا كان في ماء المطر أو في البئر ما تمنع أحد منه، اشترك. نعم، على هذا الحديث صحيح، الحديث لا بأس به ساده، ويكون الحديث يدل على أن الناس شركاء في هذه الثلاث. أما الحديث الأول فهو ضعيف ويغني عن هذا الحديث. نعم، الملح كذلك إذا كان في الأرض ما حازه الإنسان، مثل الكلاء، تنجس الكلاء، كونه في أرض موات ما يمنع منه، لكن إذا حازه الإنسان أو حوطه أو بنى حوله أو أرض وهو في أرضه وأحياها يكون من ملكه. نعم، أحسن الله إليكم. باب في بيع فضل الماء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. نعم، الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. سبق في الحديث السابق أنه لا يمنع
أنه لا يمنع فضل الماء، يشهد لها الحديث السابق، يعني يشهد لها الحديث السابق أن من منع فضل الماء فعليه الوعيد الشديد. والحديث في سنن إياس بن عبد الله، والحديث في صحيح مسلم وفي الصحيحين بنحو حديث بلفظ لا تمنع فضل الماء لتمنع فضل الكلاء. عندك الحديث هذا لا تمنع فضل الماء لتمنع فضل الكلاء، سبق الحديث السابق، يكون الحديث السابق شاهد له وحديث صحيح، فلا يمنع فضل الماء. فضل الماء ما زاد عن حاجة الإنسان، ما زاد عن حاجته، أما ما حازه الإنسان يعني مثل ماء في ماء المطر في البرية، ماء البئر زاد عن حاجته، ما تمنع أحد يريد دلوه يستخرج الماء له أو لبهائمه. أما لو كان الإنسان عنده ماء وقد حازه فلا يكفي إلا له، هذا له أن يمنع غيره حتى، لأنه خاص به. وكذلك ما حيز من الماء في الأواني وفي غيرها فهذا حازه الإنسان. نعم، أحسن الله إليك. باب في ثمن السنور. هنا قال الخطابي هنا معناه ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه، والحديث يدل على تحريم بيع فضل الماء. قال الخطابي والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، سواء كان للشرب أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلاة أو في غيرها. قال القرطبي ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب، فإنه سابق إلى الفهم، يعني حتى ولو كان في أرض مملوكة، أنت عندك مزرعة وفيها بئر فيها ماء، وأراد الإنسان أن يأخذ ماء ليشرب ما تمنعه ولو كان المملوكة، لأنه فاضل عن حاجة وهو محتاج إليه إذا أراد أن يشرب هو أو بهامه. لكن إذا أراد أن يأخذ من الماء ليبيعه، يأتي مثل بوايت قال أخذ من البن، هذا يمنع، لك أن تمنع، هذا يريد أن يأخذ شيئا زائد عن حاجته. لكن شخص يريد أن يشرب ما تمنعه، أو يسقي بهائمة هو زائد عن حاجتك، سواء كان في أرض الملك أو غيرها، لأن الشركاء في الماء. نعم، يوجد بعض الآبار تشتغل على ما يسمى بالطاقة الشمسية، هذه إيه؟ هل الشخص مثلا يقول يحفرها ويحط عليها الطاقة ويبيع ماها؟ يحفرها؟ وهي في يكون تكلف فيها في برية، هي في برية. نعم، كذلك ما يمنع فضل الماء، لا ما يمنع، مثل صاحب المزرعة تكلف وحفر البئر وعنده أيضا مكاين وغيره يستخرج الماء، كذلك ما يمنع الفاضل عن حاجته لمن يريد أن يشرب ويسقي بهائمة، أما من أراد أن يبيع لا له أن يمنع. نعم، أحسن الله إليكم. حتى إن كان البئر في بيته، حتى ولو كان في بيته، إذا جاء مضطر إنسان قال أنا أريد أن أشرب ما تمنعه، تعطيه ما دام زايد عن حاجتك، فإن كان في بيته يحتاجه ولا في زيادة فهنا فيكون مختص به. أحسن الله إليكم. باب في ثمن السنور. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حا وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال في إسناده اضطراب، والحديث أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى من طريقين، عن عيسى ابن يونس وعن حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ثم قال أخرجه أبو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس قال البيهقي وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري، إذ هو لا يحتج برواية أبي سفيان، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش.
قال قال جابر بن عبد الله فذكر ثم قال قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشك في وصل الحديث وصارت روايته بسفيان بذلك ضعيفة. هذا كلام صاحب عمل المعبود حديث جابر نهى عن ثمن الكلب والسنو عن جابر النبي نهى عن ثمن. الحديث الثاني قرأ الحديث الثاني أحسن الله. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. نعم الحديث الأول في صحيح مسلم عن جابر نهى عن ثمن الكلب والسنور. ثمن الكلب والسنور، السنور هو الهر، السر الهر والقط. واللفظ الثاني المؤلف نهى عن ثمن الهر فيه عمر بن زيد الصنعاني قال أبو حاتم يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج. وهذا الحديث فيه تحريم ثمن السنور وهو قط أو الهر وله أسماء عدة حتى أن السيوطي ألف رسالة في أسمائه سماها البلور في أسماء السنور. الحديث في صحيح مسلم عندك الله. نعم أحسن. نعم قلتم أحسن الله إليكم. في هذا الحديث تحريم ثمن السنور وهو القط أو الهرة وله أسماء عدة حتى أن السيوطي ألف رسالة في أسمائه سماها البلور في أسماء السنور وثمنها حرام لأنها لا تؤكل، وكذلك السباع والحشرات وذوات السموم وكل ما حرم الله، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالمحرمات ليس لها أثمان. مسألة: ما حكم شراء ذوات السموم ليستفاد من سمومها في العلاج؟ والجواب: لا يدفع مال لشرائه لكونه مثل الدم يبذل دون مقابل، وكما إذا احتاج إلى كلب صيد ليس له أن يشتريه لكنه يهدى ولا يباع كما سبق. والأفاعي كلها كذلك ليس لها ثمن ولا تباع، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ما عدا بعض الأشياء مثل الذهب والحرير فهما محرمان على الرجال لكن هما يباعان لأنهما يحلان للنساء، فإذا لم يتحصل عليها إلا بالمال فليس له ذلك، اللهم إذا كانت هناك ضرورة يخشى منها الموت. الآن تباع سباع الحيات وتباع السنور وتباع الكلاب، هذا مخالف للأحاديث، هذا ارتكاب المحرم، بيعها ارتكاب المحرم، لا يجوز بيع القط ولا الكلب حتى كلب الصيد، يهدى ولا يباع كذا الصيد والماشي والحرث وإن كان مأذون في اقتنائه لكن لا يباع، يهدى ولا يباع. الحيات تباع الآن، وهذا كله خلاف ما خلاف المشروع. نعم الحمير يعني الحمير لها منافع، تركب وكانت تؤكل في أول أمر ثم حرم الله بيعها. نعم محرمة اللحوم، حرمة اللحوم، نعم، لكن ركوبها مباح، تركب وتباع، ما يحتاج إلى تأمل، لكن عليه العمل الظاهر أنها تباع، أنها تباع، والله تعالى ذكرها في الامتنان، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة. ها؟ من اضطر لشراء الكلب، نعم من اضطر لشراء الكلب هل يؤثم؟ ما وجه الضرورة؟ لم يجد راعي مع غنم أو في مكان يخشى فيه يكون السباع عليها لا، الأقرب أنه لا يجوز، يجد من كلبا يتألفه فيكون عنده أو يجد من يهدي له، يحتاج إلى نص في ثمن الحمير. شوف أحد نص عليه ثمن الحمار، ثمن الحمير. نعم في خلاف بين العلماء، من العلماء قال إنه لا يجوز
الجلد لا يطهر إلا إذا كان جلد معكول اللحم يدبر فيطهر. قصة ميمونة لما ماتت الشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذت مهابها قال وإنه ميتها قال إنه يطهر الماء والقرض. قالوا هذا خاص بمعكول اللحم. ومن العلماء من قال أنه عام أن أي جلد حتى ولو غير معكول اللحم فإنه يطهر بالدباغ لعموم قولنا إذا دبغ الإهاب فقد طهر وقول قوي. لكن الجمهور على القول الأول أن الذي يطهر إنما هو جلد مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم. نعم أحسنوني. باب في ثمن في أثمان الكلاب. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. باب في أثمان الكلاب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. الحديث الأول. الحديث الأول خرجه الشيخان كذا عندكم خرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال النبي أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقول ثاني نهى عن ثمن الكلب عام يشمل كلب الصيد وغيره. ومهر البغي هو الأجرة التي تعطاها على الزنا والعياذ بالله حرام. وحلوان الكاهن كذلك الأجرة يعطى الكاهن على كهانته هذه كلها محرمة. هذا الصحيحين. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. الحديث سكت عليه المنذري. الشيخ الألباني يقول صحيح الإسناد. نعم يقول صحيح الإسناد. أي الحديث الثاني وإن جاء يطلب ثمن الكلب. نعم الحديث سكت عنه المنذري. وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. الحديث صحيح ابن دقيق العيد فقال وكما جاء في الحديث الصحيح وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا تعبير بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب. وقال حافظ ابن حجر الفتح عن سند أبي داود إسناد صحيح. يعني فهو مثل الحديث الأول لا يعطى ثمنا وإن جاء يطلب ثمن الكلب فيخيب فلا يعطى ثمنا. والحديث الثالث حديث أبي جحيفة أن الرسول قال أن النبي نهى عيش عن ثمن الكلب أخرجه البخاري. نعم أخرجه البخاري أتم منه. والحديث الرابع حديث إيش أن علي بن أبي رباح اللخمي حدث أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. قال المنذري أخرجه النسائي. الحديث بمعنى حديث أبي مسعود أول الباب. معروف بن سويد الجذامي ذكر ابن حبان في الثقات وصح حديثه قال الذهبي ثقة قال ابن حجر مقبول وحسن حديثه في الفتح. والحديث بمعنى حديث أبي مسعود أول الباب. فالحديث كلها تدل على إيش على تحريم ثمن الكلب
وتحريم مهر البغي وتحريم أجرة البغي على زناها وأجرة الكاهن على كهانته. قال الخطابي: فإذا لم يحل ثمن الكلب لم يحل بيعه، لأن البيع إنما هو عقد على ثمن ومثمن، فإذا فسد أحد الشقين فسد الشق الآخر. نعم، عندك في زيادة على مسألة بيع الحمير؟ عندك؟ نعم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال: وقيل إن البغل حرام لكن يجوز بيعه، لأنه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكذلك الحمار يجوز بيعه، والدليل الإجماع، فالمسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والبغل حرام والحمار حرام، فنقول: حرم ثمنه أي ثمن ذلك، حرم ثمنه أي ثمن ذلك المحرم. ولهذا لو اشترى شخص بغلا ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضا، وهو يشتريه لا لأكله ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث. يعني يحمل على قول حرام ثمنه إذا كان للأكل. نفس الشيء يشكل على هذا. لا، يكون يشكل على هذا أن الإنسان يقول: أنا بشتري القط ما لا للأكل، أنا ما بأكلها، أنا بشتريها أخليها عندي في البيت، وكذلك الحيات والعقارب. لا أزال، لكن الجواب الإجماع. الإجماع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على بيعها، وأنها تستعمل للركوب ولا تستعمل للأكل، البغال والحمير. كذلك الشيخ بن باز نفس الشيء شيخنا. سويل كذلك عن نفس الحديث هذا. إن الله إذا حرم شيئا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا فإذا حرم عليك الدخان حرم عليك ثمنه وتجارته فيه، لأنك معين على الإثم والعدوان، تعينهم على الشر وتجره إليهم وتوصل إليهم. فمن أعان على فعل المحرم شارك في الإثم سواء بالبيع أو بالهدية، فلا تعطي الدخان هدية ولا بيعا ولا غير ذلك إلا الشيء المحرم أكله ولكنه ينتفع به، فهذا لا بأس، مثل الحمير والبغال. إلا الشيء المحرم أكله ولكنه ينتفع به. نعم، فهذا لا بأس، مثل الحمير والبغال ينتفع بها، تباع لكن لا تؤكل، إنما تباع للعمل ركوبها والسني عليها والعمل عليها. نعم، أما ما حرم الله أكله والانتفاع به فإنه يحرم ثمنه كالدخان والمسكرات والخنازير وأشبه ذلك. يعني الإجماع على جو ثمنها، لأنها تستعمل في الركوب لا للأكل. نعم، صلى الله عليه. باب في ثمن الخمر والميتة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. الحديث إيش؟ باب في ثمن الخمر والميتة. نعم، حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. طيب، أنا كلام على سند الحديث. عبد الوهاب بن بخت يقول: نعم، إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. الحديث حسنه ابن الملقن وفيه معاوية بن صالح وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. إيش قال عليه؟ عندك التخريج له؟ قال فقط إسناده صحيح. شعيب؟ نعم، الشيخ الألباني يقول صحيح بس. نعم، فيه
فإذا الحديث تحريم ثلاث أشياء أو أربعة أشياء: الخمر وثمنها، والميتة وثمنها، والخنزير وثمنه. أربعة أشياء: الخمر محرمة في ذاتها فلا تشرب وثمنها حرام، والميتة كذلك محرمة لا تؤكل وثمنها حرام، والخنزير لا يؤكل وثمنه حرام. أربعة أشياء. والحديث صحيح. نعم، حديث بعده. السلام الله عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلي عطاء عن جابر نحوه، لم يقل هو حرام. حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد: في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد. ثم اتفق على ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت، وقال: قاتل الله اليهود. طيب، الحديث الأول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، أخرجه الشيخان، فيه دليل على تحريم هذه الأمور المذكورة في الحديث: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فيه أنه قيل النبي صلى الله عليه وسلم: شحوم الموتى فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يستضيئون يعني بشحومها. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله عند ذلك: إن الله قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم الشحوم أجملوه ثم باعوه، يعني أذابوه ذوبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. فالحديث على تحريم هذه الأشياء الأربعة بيدل على تحريم الحيل، وأن الحيل على المحرم أن لا يحلها. فهم أرادوا أن يعني أرادوا أن يستحلوه فأذابوا الشحم وباعوه، وهذا الحيلة لا تحل، حيلة باطلة لا تحل لهم. لما حرم شحوم الميتة أذابوه. قال الله تعالى في قوله تعالى: ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. نعم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. قال الخطابي: أذابوها يعني تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم. وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم. في الحديث دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، فإنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديله. حديث، اقرأ حديث ابن عباس. حدثنا مسدد. حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة. قال مسدد: في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد. ثم اتفقا عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها
وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحاني رأيت وقال قاتل الله اليهود. نعم، هذا الحديث سكت عن المنذري عشان تتكلم عليه. قال إسناده صحيح. نعم، قال إسناده صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. نعم، دون البخاري من حديث عمر اللفظ قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشوب فجملوها فباعوها. في الصحيحين من حديث ابن عباس ولفظ المسلم قال ابن عباس بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. عندك في الصحيح في كلام عليه الشرح الصحيح. نعم حسن سوري. قال في هذا الحديث تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، وقد اختلف العلماء في الخمر هل يجوز تخليلها أو لا يجوز، فقال بعض العلماء يجوز تخليلها، وقال آخرون لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها ولم يأمر بتخليلها، وإذا تخللت بنفسها فهذا كذلك محل خلاف بين أهل العلم. وفيها دليل على تحريم الحيل، وأن الحيلة على محرم لا تخرجه عن كونه محرما، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يجعلونها في المصابيح والسرج، ولم يكن هناك كهرباء، فكانوا يجعلون الشحم والودك للمصباح يوضع فيه فتيلة أو خرقة ويشعل في طرفها النار وفي الطرف الآخر الشحوم أو الودك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، يعني الانتفاع بها في الاستصباح. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه حيلة والحيلة باطلة، فالشحوم محرمة والحيلة لا تخرج المحرم عن كونه محرمة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيل من فعل اليهود وذمهم عليها، فقال عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يعني حرم الله عليهم الشحوم عقوبة لهم، لقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فبسبب بغيهم وظلمهم حرم الله عليهم الشحوم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فلما حرم الله عليهم الشحوم احتالوا فأخذوا الشحوم وأذابوها حتى صارت دهنا ثم باعوها وأكلوا ثمنها، وقالوا نحن ما بعنا الشحوم بعنا الدهن، وهذه حيلة باطلة كحيلة أصحاب السبت الذين حرم الله عليهم اصطياد الحيتان يوم السبت، فابتلاهم الله بأن كانت الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت وتغيب بقية الأيام، فاحتالوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة لتصيد يوم السبت ثم يأخذوها يوم الأحد، فقالوا ما اصطدنا يوم السبت وهذه حيلة، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير نعوذ بالله من غضبه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحيل الباطلة، مثل ما يتحيل بعض الناس على الربا الآن كقلب الدين على المعسر، فبعض الناس إذا صار له دين على شخص كعشرة آلاف أو عشرين ألفا ثم إذا حل الدين وكان المدينة معسرا فيقول له أبيع عليك السيارة تساوي 20 أبيعها ب30، ثم يقول بيعها في الحال فيبيعها في الحال ويعطيه 20 ويبقى الدين في ذمته ويتراكم عليه، وهذه حيلة على الربا وهي حيلة باطلة وهذا ربا محرم. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم، المقصود أن شحوم الميتة لا يجوز وأن الحيلة باطلة. نعم أحسن الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة ابن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة ابن المغيرة بن شعبة
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشقص الخنازير. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال: حرمت التجارة في الخمر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال: الآيات الأواخر في الربا. حديث الأول حديث عثمان فيه عمرو بن بيان التغلبي الكوفي باع الخمر فشقص الخنازير. فيه عمرو بن بيان التغلبي الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن حجر مقبول، الذهبي قال وثق، قال عبد الله بن محمد عن أبيه قال سألت عن حديث طعمه الجعفري عن ابن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فشقص الخنازير. قلت: من عمرو بن بيان؟ قال: لا أعرفه. قال ابن قتيبة في الحديث: من باع الخمر فليشقص، شقص القصاب لأنه يجزع الشاة، وكل من جزع شيئا فقد شقصه، يجعله أشقاصا. أراد أن بائع الخمر كبائع الخنازير. قال الخطابي: قوله فليشقص معناه فليستحل أكلها، والتشقيص يكون من وجهين، أحدهما أن يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض، والوجه الآخر أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها، كما تعضى أجزاء الشاة إذا أرادوا صلاحها للأكل. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه. يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي إذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر. يعني الحديث إيش قال عليه عبدك؟ الحديث عندك حديث ابن بيان المغيرة. نعم عندي قال: روى عنه جماعة ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو حاتم معروف. ها؟ قال ابن حاتم معروف. معروف. نعم خرجه بالسلسلة الضعيفة. إيه بيع الخمر ما في إشكال، لكن قل فليشقص الخنازير، يعني فليستحل أكل الخنزير، فإن من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء. يعني إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر، فإنها تهلك وتحرق بالنار. قال: فإن هذا لفظ أمر ومعناه النهي، تقدير: من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا. طيب الحديث الذي بعده حديث عائشة: لما نزل الخمر، لما نزلت إيش؟ آيات الأواخر من سورة البقرة خرج النبي فقرأهن علينا وقال: حرمت التجارة في الخمر. قال أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري. نعم. فيه تحريم التجارة في الخمر الحديث الذي بعده. ومسلم. نعم. بعد. قال المذيع: وأخرجه الشيخان في كلام عليه عندك صحيح. فيه تحريم التجارة في الخمر. الخمر محرمة وكذلك التجارة فيها محرم. صلي. إيش قال عليه؟ عندك. قلتم حفظكم الله في هذه الأحاديث أن إهداء الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر كان أولا قبل أن يعلم هذا الرجل بتحريم الخمر. إيه. هذا لم يأتي عندنا هذا الحديث. نعم. الرجل نعم طيب. قال: فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما كان عليه الناس، فقد كانوا يشربونها في الجاهلية وفي أول الإسلام، وكانت نفوسهم متعلقة بها، وفيها دليل على أن الواعظ والخطيب والمحدث لا بأس أن يسأل الإنسان بما ساره من بجواره حتى يخبره بالحكم. إيش وفيه دليل على إيش؟ وفيها دليل على أن الواعظ والخطيب والمحدث لا بأس أن يسأل الإنسان بما ساره من بجواره حتى يخبره بالحكم إذا كان يحتمل أن يعتقد الخطأ. ولهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما سارته فأخبره بالحكم
لأنه كان يعتقد الخطأ، وفيها دليل على تحريم الخمر بجميع وجوه التصرف، فيحرم شربها، ويحرم بيعها وإهداؤها وحملها وسقيها غيره. وجاء في الحديث لعن في الخمر 10: بايعها ومبتاعها وحاملها وساقيها، وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه. نعم صحيح. ولهذا جاء في الحديث لعنت الخمر على 10 وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وقول عائشة رضي الله عنها: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. قال القاضي عياض: وقوله لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة اقترأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر، يحتمل أن يكون هذا متصلا بعد تحريم الخمر، ومنها فهم أو أوصى إليه بمنع بيع الخمر بظاهر الحديث، لأن سورة المائدة التي فيها تحريم الخمر من آخر ما نزل من القرآن، وآية الربا آخر ما نزل. قال ذلك عمر، قال: ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها لنا. ويحتمل أن يكون هذا بعد بيان النبي تحريم له في الخمر. فلما نزلت آية الربا وقد اشتملت على تحريم ما عدا البيع الصحيح، أكد تحريم ذلك، ولا علم أن التجارة إيش؟ فلما نزلت، قال: فلما نزلت آية الربا وقد اشتملت على تحريم ما عدا البيع الصحيح، أكد تحريم ذلك، ولا علم أن التجارة في الخمر من جملة ذلك، والله أعلم. نعم. ولا علم كذا يا شيخ. نعم. نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله، نكمل في درس بعد الصلاة. وفق الله جميع الطاعات.